ساحة الكيش لاستقبال الحدث الأبرز وهي المظاهرات التي ستنطلق على تمام الساعة 5 في مدينة بنغازي ضد التدخل والغزو التركي والمرتزقة السوريين في غرب البلاد. بداية لنتحدث عن الوضع الأمني، الوضع الأمني ممتاز، هناك تطويق كامل لساحة الكيش ومداخل ومخارجها، حتى نحن الإعلاميين وجدنا صعوبة في الدخول للساحة، هناك إجراءات أمنية قوية ومشددة من كافة الأجهزة الأمنية سواء المتمثلة في الأجهزة الشرطية النجدة والدعم المركزي وأيضا القوات المسلحة المتمثلة كما تشاهدون من خلفي في الشرطة العسكرية. هناك تنسيق كبير جدا لإنجاح هذه المظاهرة التي دعا لها حراك شعبي خلال الفترة الماضية. تحدثنا أيضا مع بعض المواطنين المارة الذين أتوا اليوم إلى الساحة وأيضا يوم أمس، هناك رسائل عديدة يريدون إيصالها من خلال هذه المظاهرة. أولا رسائل للعالم الدولي بأن الشعب ملتف وملتصق ومؤيد ومؤازر لقواته المسلحة. أيضا هناك رسائل إلى المدن الغربية المحتلة وهي بأن الناس يريدون أهالي المنطقة الغربية الانتفاض ضد الميليشيات، لا سيما بأن الحرية لابد أن تقدم لها التضحيات. هذه الساحة حمزة لنستذكر قليلا إلى الوراء عندما كان تنظيم داعش يتغلغل ويسيطر على مدينة بنغازي كانت الهاون تتساقط في هذه الساحة وكان المتظاهرون يأتون كل يوم ليعبروا عن صوتهم ويدعمون القوات المسلحة. المواطنين يريدون بأن يوصلوا رسائل عديدة مفادها بأن ليبيا واحدة موحدة وعاصمتها طرابلس وأيضا بأن الشعب لابد أن يخرج ضد هذه الميليشيات وهذه الغزو التركي الذي عاث في المدن الغربية فسادا. أيضا رسائل مهمة جدا، يعني لا يريدون مهانة لسكان المنطقة الغربية ليستأذن مواطن ليبي حمزة لدخول غرفة نومه أو بيته. أيضا كان هناك استياء كبير من الشارع في المدن الشرقية والوسطى لما شاهده أمس اجتماعات الأتراك في العاصمة طرابلس العاصمة المحتلة كما تحدثنا. على تمام الساعة 5 سيكون هناك تجمع كبير وحراك شعبي في ساحة الكيش وسنواكب بإذن الله. هذا أشكرك جزيل الشكر مراسل قناة ليبيا الحدث عوض البرغتي، كنت معي مباشرة من ساحة الكيش مدينة بنغازي وستكون تغطية قناة ليبيا الحدث متواصلة لهذه المظاهرات من داخل ساحة الكيش، شكرا جزيلا لك.